سجال وجدال، شد وجذب في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية للسنة القادمة، إحدى ميدان الخلاف بين ممثلي الشعب والجهاز التنفيذي، هو توجه الحكومة نحو إلغاء الإعفاء عن الرسم على مادة السكر التي جاءت به المادة 94 من المشروع، في محاولة منها لتقليص الاستهلاك الوطني ومنه خفض الواردات البالغة مليوني طن. الجزائر تستورد ما يقارب 2 مليون طن من السكر سنويا، ما يجعلها تتصدر المراتب الأولى ضمن الدول الأكثر استيرادا له، الشيء الذي يجعل الفائض منه عرضة للتبذير، كما أن استهلاكه المفرط يشكل سببا مؤثرا في صحة المستهلك فضلا عن العبء الإضافي على القطاع الصحي ونظام الضمان الاجتماعي، لا سيما بفعل انتشار الرهيب لمختلف الأمراض الناجمة عنه كالسكري، الضغط الدموي والسرطان والقلب، عافاكم الله وعافانا جميعا منها. نواب المجلس الشعبي الوطني وإن اتفقوا من حيث المبدأ على قبول المقترح الحكومي، إلا أنهم اختلفوا حول التوقيت والآليات، مقدمين تبريرات ذات أبعاد اجتماعية تستند أساسا على حماية جيوب الجزائريين المنهكة بغلاء المعيشة، فيما ترافع الحكومة من أجل كبح واردات المادة البيضاء وحماية صحة المواطن بكبح استهلاكه. وهذه في تصورنا راح تثقل كاهل المواطن، وبالتالي احنا مع ضروره اعاده مراجعه هذه الماده، لانه ما لازمش، رغم اني كما قلت نثمنوا الشيء الكبير الذي جاء في صالح المواطن. ناقشناها وسجلنا عده تحفظات عليها بصريح الاباره، على اساس انه نرافقوا هذه الماده الاساسيه بدعم الدوله لصالح الفئات الهشه، ربما باقي الفئات ربما نشوفوا اليات اخرى لاقتطاع من الفئات الاخرى التي لها مداخيل او لها رواتب ضخمه. حقيقه هدفنا هو عدم المساس بالقدره الشرائيه للمواطن، وهذا لا يتنافى طبعا مع السياسه العامه للدوله. جدليه اجتماعيه اقتصاديه فرضتها الماده 94 من مشروع الحكومه لسنه 2022، فبين نواب يراهنون على تخفيف شد الحزام على الطبقات الهشة ومشروع حكومي يرمي إلى سد فجوات عديدة في الاقتصاد الوطني، الحسم في جلسة الأربعاء التي ينتظر أن تكون طريقا غير معبدة أمام حكومة أيمن بن عبد الرحمن.